تتجه الأنظار نحو السماء في الساعات المقبلة، حيث من المرتقب أن يسقط قمر صناعي على الأرض بين يومي الأحد والاثنين بعدما انتهت صلاحيته عقب 38 عاما من الخدمة. القمر الذي يزن نحو 2500 كيلوغرام ستحترق معظم أجزائه عند دخوله الغلاف الجوي بحسب ما أعلنت وكالة ناسا، وعليه فأن احتمالية إصابته شخصا ما ضئيلة جدا بنسبة لا تتعدى 1 على 9000. تشهد أوروبا موجة حر هي الأعلى من أي شتاء مضى، ما يثير قلقا إضافيا من عواقب التغير المناخي، حيث تسجل الحرارة هذه الأيام 20 درجة مئوية في بلدان أوروبية عدة، بينما في العادة تنخفض في هذا الوقت من السنة إلى ما دون الصفر. هذا الواقع جعل جزءا كبيرا من جبال الألب خالية من الثلوج، ما دفع بالعديد من منتجعات التزلج إلى إقفال أبوابها. C'est pas le top top, mais c'est déjà super qu'on a du soleil puis qu'on peut skier un tout petit peu. بوادر أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وتطبيق تيك توك الصيني. فبعدما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام على قانون يحظر التطبيق عن هواتف المسؤولين والموظفين الحكوميين خشية التجسس والتنصت، كشفت وكالة رويترز أن تيك توك جمد بدوره تعيين هيئة مستقلة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع واشنطن وتبديد مخاوفها من تسريب بيانات ملايين المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية. هذا التطور قد يعيد العلاقة بين الجانبين سنوات إلى الوراء، عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظرا شاملا على تيك توك في الولايات المتحدة. هذه كانت أخبار فقرة ريفريش. أعود إليك جورج. شكرا لك نعيم.